في معالي السبطين كاتب غلام صغير، وقرأت في كتاب آخر أن عمره كان أقل من 11 عام. ولكن لاحظ هذه الأم شلون ربت هذا الطفل، شلون علمته إمام زمانه، تقول له: يا بني قم وقاتل دون ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن الحسين صلوات الله عليه يحتاج إلى من يقاتل دونه، وقامته أصغر من قامة سيفه. يأتي إلى أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه ويطلب منه الإذن، فيقول سيد الشهداء صلوات الله عليه: هذا رجل قتل أبوه في المعركة، وأخاف أن أمه لا ترضى بذلك. من هو أبوه؟ هو ما قال من هو أبوه، لكن بعض التواريخ ينقلون أنه كان ابن مسلم ابن عوسجة. فيقول: إن أمي هي التي أمرتني بذلك. ويذهب ويقاتل قتال الأبطال إلى أن يقتل دون سيد الشهداء. هالشكل ربنا أطفالنا إحنا، توليهم تولي كامل، وتبريهم تبري كامل. بعدين شوف هذه الأم عندما يرمى برأس ولدها لا تبكي ولا تصرخ، وإنما تقول: أحسنت يا ثمرة فؤادي وقرة عيني. ثم تأخذ رأسه وترمي بها عدوا من أعداء الله فتقتله. بعدين تقوم وتأخذ عمود الخيمة وتهاجم الأعداء وتقول: أنا عجوز سيدي ضعيفة، عجوزة خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. ثم تأخذ بهذا العمود وتقتل عدوين من أعداء الله. الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول لها: ارجعي إلى الخيمة جزاك الله خيرا. شوفوا هذه الأم البطلة، وهذا الأب البطل مسلم بن عوسجة، وهذا الابن البطل.